السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين نتكلموا على سيطرة مغربية والدوري الإسباني وين يظهر في كأس أمم إفريقيا بالكوتيفوار، وين نعاودوا ماذا بكم قبل ندخلوا في الموضوع تاعنا. راهي كاينه ابليكاسيون تاعنا جديده وهي شوبير تي في، ماذا بكم تيليشارجوها بارطاجوها، يعني وفيها يعني اشياء يعني وين فيها مباريات مباشره للمباشر بدون انقطاع وبجوده عاليه جدا، ماذا بكم عاونونا فيها. وين نعاودوا نقولوا وين سيطر المنتخب المغربي على قائمة لاعبي المشاركين في منافسة كأس أمم إفريقيا بالدور الإسباني بواقع 5 من أصل 20 لاعب، 5 لاعبين يعني وين من أصل 20 لاعب، 24 منتخب يتنافس على اللقب كأس أمم إفريقيا المقامة في الكوتيفوار بين 13 جنوبي و 11 فبراير المقبل، الفترة التي ستشهد يعني إقامة 6 جولات في الدور الإسباني إضافة إلى كأس سوبر الذي تحتضن المملكة العربية السعودية مبارياته. 20 لاعب وانكشف المنتخبات كأس أمم إفريقيا المشاركة في كأس أمم إفريقيا عن قوائم التي تخوض بها منافسات في انتظار المالي وغومبيا المنتخبان اللذان اكتفيا حتى الآن بإعلان قوائم أولية في ظل تمديد كاف موعد تسليم قوائم نهائية حتى 3 جونفي، يعني اليوم تبان غدوة تبان. واستدعى يعني استدعي 12 منتخب 20 لاعب من 12 نادي ينشط في الدور الإسباني، 12 منتخب. المنتخبات المغربية الإفريقية والتي اختارت استدعاء لاعبين من الدور الإسباني وهي المغرب 5 لاعبين، غينيا الاستوائية لاعبان، غينيا بيساو لاعبان، السنغال لاعبان، غانا لاعبان، المالي لاعب واحد، نيجيريا لاعب واحد، غينيا لاعب واحد، الكاب فيرد يعني لاعب واحد، موزمبيق لاعب واحد، الكوتيفوار لاعب واحد، والجزائر لاعب واحد. 23 نادي. الأندية التي ستتضرر من كأس أمم إفريقيا 2024 هي ريال بيتيس 3 لاعبين هم عبد الصمد زرزوري المغرب، شادي رياض المغرب، يوسف يعني يعني يوسف سبالي لاعب المنتخب السنغال، ألميريا 3 لاعبين هم أنديرسون بابا غانا يعني ومانديس غينيا بيساو، مارسيانو غينيا بيساو، الريال سوسيداد لاعب هما عامر يعني تراوري المالي، عمر صادق نيجيريا، فالنسيا لاعب يعني هم مختار دي خابي، غينيا سليم املاح المغرب، رايو بريكانو لاعبان هما بيبي كاب دبير باتي سياس سينيغال، ديبورتيفو ألفيس لاعبان هما عبد الكريم أبقار المغرب، جينسون غينيا الاستوائية، أتلتيكو بيلباو لاعب وحيد وهو يعني ويليامز من غانا، إشبيليا لاعب واحد وهو يوسف النصيري المغرب، أتلتيكو مدريد لاعب واحد وهو يعني مانديف الموزمبيق، هذا ما لعبش كونتر علينا تاع الموزمبيق هذا، سيلتا فيغو لاعب واحد وهو جوردان كوتيفوار، بالماراس لاعب واحد وهو ساول كاكاو غينيا استوائية، فيا ريال لاعب واحد وهو عيسى ماندي الجزائر. يعني كل شوف كيفاش نتبداو ان شاء الله هادو اللاعبين، خاصة المنتخبات العربية، خاصة كي نقولو المنتخبات العربية.
المهم وين نشوفوا بأن المنتخبات يعني العربية خاصة المنتخب المغربي وين عنده 22 وين عنده 5 لاعبين يا رب العالمين. صعيبة شوية، صعيبة عليهم، ماشي صعيبة، صعيبة المنتخبات هادو. المنتخبات اللي غادي تضرر هي ريال بيتيس، أنا نقولكم المنتخبات اللي غادي ريال بيتيس هي اللي غادي تضرر. أيها شوبير مول حياضرة، مول حيكون ما هدرش هذاك المكلف بالإعلام، نأمن بصح كي يهدر ما نأمنش، نقول كاينة حاجة، الله عارف أنا نقول، والله كيما نقولكم أودي، أنا نقول هاك. عربية سهلة، إذا هدر كيما هكا، إذا عندك تا واحد كيما نقولو حنايا كسموها، عندك واحد تا كيما آدمن والناس، آدمن والناس صبر عليك 2019 صبر عليك 2022 غادي يزيد عليك يصبر عليك آدمن والناس. عرب كسموه بوداوي قالوا لي زيد ما انا تبالي بلي ما يزيدوش يصبروا عليكم، انا تبالي بلي ما يزيدوش يصبروا عليكم، والله العظيم تبالي بلي ما يزيدوش يصبروا عليكم، انا تبالي كي ماكم انا عرفت والله لا تبالي يا خويا، انا نقولوا بلي ودي واعره شويه واعره لكم هذه المنتخبات العربيه قاعد تبناو لهم النجاح ان شاء الله، نقولوا بلي فلان لا فلتان لا نتمناو لهم كاع النجاح ان شاء الله، منتخبات كاع عربيه نتمناو لها كاع النجاح، لي يخدم يعني مدرب يعني ما يكونش موسوس يوصل لبعيد، واللي ما يخدمش راه يدخل في حيطه صحيح، اش غادي نقول له، هذه هي، عالم التالي كاع الناس غالطين كاين اللي غالط، كاين بزاف ناس غالطه، عازمينها سهله، سهله ما والو، خدم عندك ال عندك الاخر تاعك على اللعب
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله يا ربي. صحيح.